السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، واصل معكم المراجعة وإنجاز بعض التمارين والامتحانات في إطار المراجعة للامتحان المحلي الذي سيكون في الشهر المقبل بحول الله. قبل أن نبدأ وكما سبق وأن تعودنا، يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سأحاول معكم مراجعة درس التنفس. كنت قد بدأته في الفيديو السابق، تحدثنا عن التنفس على مستوى الرئة، والآن سنكمل هذا الدرس كما سنحاول إنجاز تمرين في التنفس الخلوي. المهم، كدائما سأقرأ باللغة العربية أو بالفرنسية وأترجم. أون لا ريسبيراسيون اللي هي التنفس. دونك حينما ندرس التنفس يجب أن ندرس شيئين اثنين، هناك تنفس رئوي أو بالأصح لا نقول تنفس رئوي، نقول تهوية رئوية، فونتيلاسيون بيلمونير، تهوية رئوية. كذلك يجب دراسة التنفس الخلوي. مفهوم؟ دونك عندنا لا ريسبيراسيون سيلولير اي لا فونتيلاسيون بيلمونير. دونك لا فونتيلاسيون بيلمونير اون لا في يعني اون ديتاي دون لا فيديو بريسيدونت. بون لا فونتيلاسيون بيلمونير سو في او نيفو دي بومون، كتكون على مستوى الرئة وبالضبط على مستوى الأسناخ الرئوية، وتحدث ظاهرتين عندنا لانسبيراسيون اي ليكسبيراسيون. لانسبيراسيون سي كوا؟ هي الشهيق يتم ادخال الاو 2، وليكسبيراسيون الزفير ويتم اخراج ثنائي اكسيد الكربون اللي هو سي او 2، وتتم كما سبق وان راينا في الاسناخ الرئويه. ساريكم الاسناخ الرئويه يعني بشكل مقتضب لانه قد رأيناه بتفصيل في فيديوهات سابقة، وسأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك regardez ici on a une alvéole. D'accord. Alors on a ici l'air alvéolaire, الهواء السنخي. هذا السنخ وهذا هنا الهواء السنخي. بون اثناء عملية الشهيق، دونك pendant l'inspiration l'air le O2 va pénétrer dans l'alvéole. D'accord. Alors la pression de O2 sera très grande, sera forte ici dans l'air alvéolaire, في الهواء السنخي. في حين ان هنا في الشعيره الدمويه، لاحظوا هنا شعيره دمويه، هذه الشعيره الدمويه آتيه من الاعضاء، donc elle vient des organes, des cellules. Elle est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. كتكون غنيه بثنائي اكسيد الكربون غنية بثنائي أكسيد الكربون وفقيرة بالأكسجين، ثنائي الأكسجين. دونك حينما تصل إلى هنا كما سبق وأن رأينا في الفيديو السابق، الكريات الحمراء الناقلة ستنقل الـ CO2 في مركب سميتو مركب كربوني أو خضاب كربوني، غادي يجي لهنا، يجي للأسناخ الرئوية وستضع الـ CO2. هاد CO2 سيخرج من الشعيرات الدموية ومن الكريات الحمراء وينتقل إلى الهواء السنخي بفعل مبدأ انتشار الغازات، وكنت قد شرحته. هنا كذلك الهواء السنخي المحمل أو الغني بالO2 سينتقل من الهواء من الألفيول من السنخ إلى الشعيرة الدموية، وبالتالي سيكون مركب أكسجيني أو خضاب أكسجيني غير ثابت، لأنه يسهل يعني إزالة الO2 من الكريات الحمراء. دونك نسميه خضاب أكسجيني، هنا خضاب كربوني وهنا أكسجيني، وسأشرح فيما بعد ما معنى الخضاب. دونك هذا الدم الذي سيكون هنا، الذي سيخرج من الرئة ويذهب إلى الأعضاء، سيكون غنيا بالO2 وفقيرا بثنائي أكسيد الكربون. الآن المهمة هنا قد انتهت، إذا هذا الدم سيواصل
ذهابه أو جولته وسيذهب إلى جميع خلايا الجسم. غادي يمشي ينتقلنا لجميع خلايا الجسم وبالضبط إلى الخلايا. هذه هي اللي غادي نسميها لا ريسبيراسيون سيلولير، التنفس الخلوي. لا ريسبيراسيون سيلولير سو في او نيفو دي زورغان او بلو اكزاكتومون بيان سور او نيفو دي سيلول. لاحظوا هنا في هذا التمرين، لاحظوا هنا هذه شعيره دمويه، سي ان كابيلار سانغان. regardez ici on a ici les globules rouges. D'accord. Alors les globules rouges, leur mission c'est quoi? Le mohimma dialhum, il y a nakl gaza, c'est le transport des gaz, soit le O2, soit le CO2. Bon. Et donc, ça s'assélu il al khalaya. Donc, hadi shu'ayra damawiya, c'est un capillaire sanguin. Ça, ce sont des cellules. Allez, regardez, on a plusieurs cellules. On ne peut pas donner à chaque cellule un capillaire sanguin. Donc, regardez ici. Que fait ce sang? Donc, هذا الدم هذا هو محمل بثنائي الأكسجين وكذلك بمواد القيت لأنه قد مر على الماء الدقيق وأصبح غنيا بمواد القيت. Donc, il est enrichi par le O2 et enrichi par les nutriments. Donc, il va venir aux cellules باش يفرق عليهم الزاد، يعني يعطيهم الغذاء ديالهم اللي هو مواد القيت وثنائي الاكسجين. دونك ماذا سيفعل هنا؟ كذلك مهم، هنا سيخرج سائل او دم ناقص كريات حمراء. غادي يخرج واحد السائل اللي هو بلونشاتر. دونك الا حيدنا له الكريات الحمراء سيفقد لونه الاحمر. دونك الدم صافي ما بقاش الدم. نقول ان سو lorsqu'il est bien sûr à les globules rouges. Donc s'il n'y a pas les globules rouges, on ne peut pas dire sang parce qu'il n'est pas rouge. Tout d'abord, on dit que c'est la lymphe, Donc هذاك السائل الابيض الذي يخرج من الدم هو جزء من الدم، c'est un constituant du sang. ما فيش غير الكريات الحمراء. Il ne contient pas les globules rouges. D'accord. Donc il va sortir des capillaires sanguins. C'est le خروج من الشعيرات الدموية. هذا السائل هذا وهو سائل blanchâtre، يعني نوعا ما أبيض أو jaunâtre، يميل إلى الإصفرار. هذا السائل هذا سيكون بطبيعة الحال محمل بمواد القيت وثنائي الأكسجين. عندي هنا ثنائي الأكسجين بطبيعة الحال هو غاز، ستان غاز. Et on a vu que le gaz diffuse le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, هذاك الغاز ثنائي الأكسجين سينتقل من الحيز ذي الضغط أو ذا الضغط المرتفع إلى الحيز ذا الضغط المنخفض. Donc, سينتقل هنا jusqu'à l'équilibre. يعني حتى نوصل التوازن ما بين الحيزين. نعيد هذه المعلومة. قلت أن كنا قد رأينا مبدأ انتقال الغازات أو انتشار الغازات، رأيناه في الأسناخ الرئوية. كذلك هنا على مستوى الخلايا ومستوى الأعضاء غادي نشوفوا هذا المبدأ نتاع انتشار الغازات. La diffusion, c'est le principe de diffusion des gaz. Un gaz diffuse du milieu le plus concentré vers un milieu le moins concentré jusqu'à l'équilibre. إلى غاية التوازن ما بين الحيزين. الحيزين هما شكون؟ عندي هنا le capillaire sanguin, le milieu c'est le capillaire sanguin et ici c'est bien sûr les cellules, ce sont les cellules. D'accord. Alors il va sortir ici, il va pénétrer bien sûr dans la cellule. Donc à dire la cellule a besoin de O2 pour vivre et pour faire bien sûr plusieurs fonctions qu'on ne peut pas citer ici parce que c'est un travail qui est énorme. هادشي غادي تشوفوا ان شاء الله في المستويات اللاحقه بحول الله. دونك اي بطبيعه الحال مواد القيت كذلك مواد القيت. دونك ما يمكنش قلنا كل خليه غادي نعطيوها شعيره دمويه. اذا هذا السائل هذا المحمل بمواد القيت سينتشر ما بين الخلايا واسميه لنف بي فرجي او بي فوراجي. دونك ما بين الفرج سي لنف
interstitiel. Hada, c'est lymphe interstitiel. Ma معنى interstitiel. Je crois que c'est comme ça. Donc ici c'est interstitiel, donc lymphe بي فرج يعني بين الفرج. ما معنى بين الفرج؟ ما بين الفتحات، ما بين الخلايا. هذا اللمف هذا موجود، يوجد ما بين الخلايا. من جانا من الدم، من الشعيرات الدمويه. دونك غادي يكون هنا انتقال مواد القيت. دونك غادي يكون الجليكوز بطبيعه الحال مواد القيت عديده، حنا غادي نركزوا غير الجليكوز. دونك غادي سيتم دخول الجليكوز. الجليكوز يعني اللي هو سكر بسيط. كنا قد راينا ان الجليكوز هو يعني من مواد القيت، وياتينا عن طريق هضم السكريات المعقده اللي هي الناشفه. دونك غادي يدخلنا هنا الجليكوز، ويدخل كذلك ثنائي الاكسجين. وحنا نعرفوا بان حينما يكون لدينا الجليكوز زائد الاو 2 ماذا يعطينا؟ يعطينا طاقه، سيحرر طاقة. هاد الطاقة غادي تحتاجها الخلية في العيش وفي إنجاز وظائف أخرى. مفهوم؟ دونك الجليكوز زائد ثنائي الأكسجين يحرر لنا طاقة. إذن هذا هو التنفس الخلوي. دونك غادي يحرر لنا ديك الطاقة، غادي يعطينا طاقة، ويعطينا كذلك فضلات بحال سي أو 2 ويعطينا اش 2 أو. مفهوم؟ دونك هاد سي او 2 وهاد الاش 2 او هما بالنسبه للخليه فضلات ستخرج من الخليه، وبطبيعه الحال يعني تذهب الى سي او 2 سيخرج بطبيعه الحال عن طريق الزفير من الرئه. دونك هذا هو التنفس الخلوي. كنت قد سالتوني في فيديو سابق عن التنفس الخلوي، هذا هو التنفس الخلوي. مهم خصنا نعقلوا على جوج حوايج، بان الوسطي الوسط الداخلي نقصد به بعدا يكون هو الدم واللمف. واللمف واش حتى هو عباره عن سائل مكون للدم. دونك لا لمف سي كوا سي لو سون موان لي غلوبول روج، ناقص الكريات الحمراء. وهذاك هو يعتبر كوسيط، سي لانترميديير اونتر لو سون اونتر لي كابيلار سانغ اي لي سيلول. هو اللي كيمشي لنا كينتشر لنا ما بين الخلايا اونتر لي سيلول بوغ دوني او سيلول لو او 2 اي لو غليكوز بيان لي نوتريمون. مفهوم؟ اذا هذا هو حاولت ان الخص درس التنفس الخلوي. اذا كان شي سؤال ولا ديروه في التعليقات ان شاء الله وساجيب عنه. كذلك للذين طلبوا مني درس الكلسة الغذائية والفاقات الغذائية، سأحاول تقديمها بحول الله في فيديو لاحق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.